والله سادي يعني الامتحان الدراسة الإلكترونية والامتحان الإلكتروني يعني هاي مجيبة يعني شلون تقول متوالمة وياه، بس ما يعني الامتحان الإلكتروني والدراسة يعني حضوري هاي شيء ما يشبه شيء. لا هم طلبة الدراسات العليا طالبوا أن يكون الامتحان إلكتروني بدل أن يكون حضوري. طبعا الباشر امتحاناتهم الامتحان الأول يبدأ الباشر حقيقة، والله نتمنى لهم التوفيق والسلامة أيضا، ونتمنى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنظر بهذه القضية. مناشدات جدا كثيرة وصلت لنا للبرنامج من الطلبة أنفسهم حقيقة، وإن شاء الله أعرج عليها بالحلقة. تفضل. إن شاء الله أستاذ، على مود يعني هي المفروض يعني يخلونها يعني لو فاتحين دوام عادي يمتحنون حضوري، بس هو ما قلت ما افتهم الدراسة شيء هاي السنة على مود يمتحن حضوري. والمراحل الأولى الابتدائية هذول هم ما افتهموا شيء يا أستاذ، يعني المفروض يعني لو يأجلونهم السنة ويعيدونها السنة الجاية، لو يعني يفتحون دوام بالأيام الفاتحين اللي ما تجي بها كورونا.